صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءة تفسير ابن كثير، وهل يحفظ الشرح أم يكتفي بالفهم؟ نعم، تفسير ابن كثير تفسير جيد، وتفسير مبني على أصول التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين. هذا الذي بني عليه التفسير ابن كثير، فهو تفسير مؤصل، ولذلك تجدون مشحونا بالأحاديث، وتجدونه يورد الآيات التي يفسر بعضها بعضا، ومشحون بالآثار وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. هو تفسير عظيم بلا شك.